وأبدأ معك دكتور إحسان، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الزيارة أو يمكن التعويل على هذه الزيارة لأموس حكستاين باعتبارها يمكن أن تكون فرصة حقيقية من أجل إنهاء الصراع ما بين لبنان وإسرائيل؟ تحياتي للجميع. لست متفائلا إطلاقا، وهذا شيء مؤسف جدا. أتمنى لو كنت متفائلا بهذا الذي يحصل، هذه الزيارات. يعني لماذا؟ لأننا سمعنا هذا الكلام كثير منذ بدء حرب غزة، والأمريكي يقول اقتربنا 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 ولا شيء يحصل. لماذا؟ لماذا؟ بسبب بسيط جدا، أن الإدارة الأمريكية منذ البداية أخذت موقف الدعم غير المحدود، لا تضغط على إسرائيل إطلاقا، تقدم دعم غير محدود. ونتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار، يعني ذلك يعني الطلبات. عندما يعني هناك مثل شعبي الذي لا يريد أن يزوج بنته بغل مهرة، بيطلب الكثير. ونتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار، لذلك يطلب أمور يعرف أن لبنان لن يقبلها. إسرائيل يعني هذه الحرب مفيدة لها، يعني تشد عصب اليهود الإسرائيليين وتخلق منهم يعني مجموعة جديدة، بما أنه كان في ضعف بالداخل الإسرائيلي. هذه الحرب تعزز الحس الجماعي عندهم، لذلك هي هذه الحرب هم غير مسؤولين منها أبدا. يدمر في لبنان وهم يريدون ذلك، يعني دائما في عداء لسبب ما بعرف. الكراهية الإسرائيلية لبنان دائما تريد تدمير لبنان، ويعني هذه فرصة لتدمير لبنان أعطاهم إياها حزب الله في هجوم في عندما دخل في المعركة في 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 المعركة ضد إسرائيل. يعني كان تدخل محدود، ولكن إسرائيل أخذتها ذريعة لتدمير لبنان. الأمريكي لا يضغط، لو ضغط الأمريكي لانتهت الحرب منذ الزمن. الإسرائيلي يحارب ويفعل كل ما يريد لأن الأمريكي يجعله قادرا على ذلك. السلاح الأمريكي، المال الأمريكي، التغطية الدبلوماسية الأمريكية، كل شيء أمريكي. يعني حتى تعود به الذاكرة إلى مقالته كوندوليزا رايس في مذكراتها عن فترة خدمتها في إدارة جورج بوش الابن. كتبت أنه في حرب 2006 كانت حرب على لبنان، كانت إسرائيل تدمر في لبنان، وكان كان رأيها أن تقف الحرب، وكان رأي رامسفيلد وقتها ورأي تشيني كانوا في الإدارة الأمريكية عندما اجتمعوا كانوا يريدون استمرار الحرب. قالت هي لبوش، لجورج بوش الابن، قالت له هذه الحرب يجب وقفها، إسرائيل تدمر في لبنان بدون أن تحقق أي مكاسب. لذلك اقتنع جورج بوش الابن برأيها وطلب من إسرائيل إيقاف الحرب وصدر قرار من المجلس العام. فاليوم غياب القيادة الأمريكية، غياب يعني انسياق وراء إسرائيل، جعل نتنياهو في موقع القيادة، هو الذي أوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم.